مشاهدينا اهلا بكم مره ثانيه في استوديو صباح ميوج. بعدنا مع اخر فقره في حلقتنا النهارده، والحقيقه هي فقره مميزه جدا زي ما قلت لحضراتكم في اول الحلقه وقبل الفاصل. هي فعلا فقره مميزه. ليه؟ احنا معانا فنان النهارده، يعني الحقيقه صوته بيطلع في رسمه. احنا النهارده معانا فنان من الصم وضعاف السمع، ولكن احنا دايما لما بيكون معانا هذه في هذه الفقره او في بعض الفقرات لما بيكون معانا فنانين من هذا النوع الخاص جدا، احنا كمان بنبقى فخورين وبنفتخر جدا ان بيكون معانا حد قدر يتغلب على صعاب كتير، قدر يتغلب على تحديات اكيد قابلته كتير، هنعرفها اكتر كمان من خلال الفقره. يعني انا بعتبرها الحقيقه فقره فنيه وتعليميه في نفس الوقت، فنيه لان هو فنان معانا، وتعليميه تعليميه لينا احنا. احنا الحقيقه في الوضع اللي احنا بنمر بيه لما بنقابل تحديات وحاجات احباطات كتير بنقف مكاننا، ما بنتقدمش خطوات لقدام، ولكن في هذه الفقرات بنتعلم ان في ناس بيبقى فاقدين بعض الحواس اللي احنا بنمتلكها، ولكن هم ما بيقفوش عند هذا الحد، بالعكس دول بيقدموا خطوات اكتر واكتر علشان يتغلبوا على هذه التحديات. مش هطول عليكم اكتر من كده، ولكن حابين نعرف اكتر ونتعلم اكتر في هذه الفقره ونشوف الرسومات الجميله ونشوف فعلا قد ايه هو فنان متميز. معانا الفنان سامح رؤوف، فنان من الصم وضعاف السمع. برحب بيك استاذ سامح ومشرفنا في استوديو صباح ميه. اهلا بحضرتك. كمان هتشاركنا في استوديو صباح مي، وكمان يعني هتكون معانا خطوه بخطوه علشان نقدر نتعرف اكتر على استاذ سامح وعلى اللوحات بتاعته الجميله وعلى مشواره. معانا بتشرفنا الاستاذه كلير غايس، استشاري التعليم ومترجم للصم. استاذه كلير منورانا ومشرفانا في استوديو صباح مي، اهلا بحضرتك. يعني اسمحوا لنا مشاهدينا يعني نتكلم على طول مع استاذ سامح. استاذ سامح طبعا يعني حضرتك يعني قدوه لينا كلنا وفنان جميل، حابين حضرتك تكلمنا اكتر عن بداياتك الفنيه، يعني بدات ازاي او اكتشفت ازاي انك عندك موهبه الرسم؟ زمان وانا سني صغير لما كنت 8 سنين بجيب الورقه والقلم والوان خشب عاديه، ما حدش علمني. كنت برسم تفاح موز وبرسم بسرعه بسرعه، وبعدين بالفحم، وكنت برسم بروتري بالزيت ماما بتشوف ووريها لمامتي ماما بتشوف واو حلو رائع، مين علمك؟ ما حدش علمني، ربنا اداني موهبه، اشكرك يا رب على الموهبه. يعني هو اللي اكتشف الموهبه، ما حدش من حواليه حس ان هو عنده هذه الموهبه فبدا يقول له ارسم الموهبه، ولا حد قال لك ارسم؟ يا ربنا اداني الموهبه وانا حسيت انه ربنا اداني الموهبه دي للرسم. حضرتك بتحب الرسم بس ولا في مواهب اخرى؟ بحب الرسم بس ولا في حاجات تانية؟ يا ياوي في الاول زمان انا كنت بحب الرسم كتير، وبعدين كنت بحب اشوف ماما وتيتا بتعمل الطبيخ ازاي، كنت بشوف وبتعلم منهم. أنا بابا بنيتي بكابر، وأنا دي بحبها في حياتي في المستقبل، وأنا بحب إن أنا أتكلم وأفهم، أنا بموت إن أنا أرسم، بحب أوي الرسم. وحاجة تانية، وأنا بحب أمثل الأشياء لما أكون عصبي أو مكار وجاسوس، وبعمل ادوار كتيره. ازاي؟ انا ببص على التلفزيون والافلام والتمثيليات وبتعلم بعيني وبفهم، وكل حاجه بفهمها بسرعه بعملها مره تاني. يعني حاجه عظيمه جدا، حاجه حلوه قوي.
هرجع لحضرتك تاني، ولكن هتكلم مع أستاذة كلير. يعني حابين حضرتك تقول لنا ليه اخترتي الصم مضاعف السمع بالذات، يعني عشان تكون هذا ده هدفك يعني في المشروع. أنا اخترت خدمة الصم وضعيف السمع علشان حسيت إن الله إداني كل الحواس، أقدر أشوف، أقدر أسمع، أقدر أتكلم، أقدر أتحرك. فأنا قعدت أصلي أقول له يا رب أنا عاوزة أخدم أي حد من المعاقين. واتقابلت مع حد جاي من لبنان، هو مدير في مدرسة في لبنان، قال إحنا عايزين ناس تسافر لبنان وتتعلم في لبنان إزاي تتعامل مع الصم. وأنا فرحت عشان أنا صليت وربنا فتح باب، فأنا سافرت وتعلمت في لبنان. وبعد ما خلصنا لبنان رجعت هنا مصر وفتحنا مدرسة للصم، وكنا بنخدم الصم من كل محافظات 27 محافظة بتوع مصر. فكان عندنا في المدرسة 50 طفل وطفلة من الصعيد واسكندرية وكل البلاد. وعملنا ورش علشان أنا بؤمن أن الأصم بيقدر يعمل كل حاجة. فكانت ورشة للنجارة، ورشة للحدادة، ورشة كمان لشغل الأبليكي ورك اللي هو شغل الخيامية. وشفنا أن الصم نجحوا، وكانت سمعة الصم أن هم ناس ناجحين زي أي حد في المجتمع. ومن هنا انطلقت في خدمة الصم، فابتديت أدرب مترجمين. وبشكر ربنا أنه جابني هنا في المكان في المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي مع نيافة الأنبا أرمية، علشان من خلال بروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس والمركز المسيحي هنا قدرنا نعمل دورات تدريبية مستمرة أن احنا نطلع مترجمين للجامعات المصرية، علشان كان أول مرة الصم يخشوا الجامعات المصرية كانت 2015، ودول أول مجموعة دخلوا الجامعات المصرية. علشان كده احنا فرحانين أنه كانت بداية من المركز هنا أن احنا نعلم وندرب مترجمين يكونوا مع أولادنا والطلاب الصم في الجامعات المصرية. يعني حضرتك مش اكتفيتي بس ان انت تتعلمي اللغة، لا بالعكس كمان انت بديتي تعلميها للناس كمان بالظبط كده. طيب طيب أستاذ سامح، برضو حابين يعني احنا معانا بعض الصور على الشاشة، حابين حضرتك تقول لنا رسمتها امتى. احنا مع حضرتك اهو، يعني معانا صورة اهي دلوقتي. من شهر رسمها في شهر في شهر حتى خشب، عشان الخشب والقماشة والدباسة والألوان الزيت. بس ألوان الزيت كانت ريحتها صعبة، كنت تعبان، كنت برتاح شوية وارسم شوية، وأخذت وقت طويل. والمسيح دي برضو لوحة كانت بألوان الزيت، أخذت وقت قد إيه؟ أخذت أسبوع مني عشان أرسم الصورة دي بتاع المسيح. عايز أسأل أستاذ سامح، أنت الصور الصعبة أكتر هي الصور الطبيعية ولا صور الأشخاص؟ الصعبة تيجي ترسمها؟ الصور الصعبة أكتر هي صور الأشخاص ولا الصورة بتاع السماء والبحر؟ أنهي أسهل؟ مين صعب؟ أصعب صورة قابلتها اللي هي صورة البحر والمركب والرياح، وده أنا حسيته وأنا برسمه. كنت بشوف الرياح والعاصفة بتاع البحر والأمواج اللي بتتقلب، بيحس بالصورة يعني، هو حس بالصورة. وهنا كنت بحس بالجبال والتلج والشجر. أنا بابي أنا بحب أرسم الكبار، ما بحبش أرسم الأطفال. هذا من قديم، ده من القديم. طيب احنا برضو يعني مش بس عايزين برضو نعرف مشاهدينا، هو الأستاذ سامح كمان مش بس اكتفى برسم البورتري فقط، ولكن انتقل كمان لرسم الثري دي، وطبعا دي مش اي حد او مش اي فنان يقدر يرسمها بسهوله. فبرضو حابين حضرتك تقول لنا يعني وصلت للمرحله دي ازاي، وهل هي فعلا متعبه ولا لا؟ ايوه انا بضحك علشان الناس بيفكروا انه كانه ورقتين، يعني كأن الصورة حاجتين.
فانا برسم الوان جواش الوان جواش برتب وخشب وفيه وفي الاخر ترتب تاتي باكوت برسم 3D بالظبط بتاعتي مش عاديه بتاع اوكي وفيه وفي الاخر بقص بتشوف واقف وكانها واقفه زي المضرب اللي انت شايفه دلوقتي دي 3D. دي الصوره معانا هو 3D ترتب هوا كانه في الهواء كان المضرب في الهواء يعني دي لوحه كامله ولا دي لوحه هو رسمها كانه مضرب على ترابيزه البنج وكانه في الهواء لكن دي 3D الناس بتفكر ان دي ورقتين دي ورقه واحده بس ورقه واحده دي ورقه واحده بس اوكي ورقه واحده ورقه واحده لكن انت بتحس ان ورقتين زي دي كده برضو زي دي برضو الشمعه تحس كانه ورقتين ورقه نايمه ورقه في الشمعه الشمعة ترتب باتوت برسمها مخصوص وبرضو التفاحة 3D. هل هو اتعلم هذا الفن ولا برضو جات بالفطرة كده؟ انت اتعلمت ازاي 3D؟ محدش علمني انا نفسي كنت بعلم نفسي. كان مثلا كنت بتشوف مثلا فيديوهات معينة مثلا تتعلم منها؟ انت كنت فيديو فبتتعلم ولا ايه؟ انا كنت بشوف 3D مع ناس كتيرة وانا حاولت ان انا احسن بقى 3D بتاعتي يعني علشان تحس ان كأن الوردة فوق مش على الورقة ده هوا كأنه هوا لكن هي ورقة واحدة شكل جميل. طيب انا بس في الاول برضو حابب عشان المشاهدين يكونوا متابعين معانا هل حضرتك يعني اتولدت يعني اصم ولا اتولدت عادي طبيعي؟ ايوه عادي تمام. انا توأم انا ياوي انا الاول اتولدت الاول وبعدين اخويا اشرف اشرف مهندس وانا كنت تعبان فحطوني في الانكيبيتر حضانة أخذت وقت طويل شوية ومن ساعتها أنا ضعيف سمع. وهل التعليم حضرتك وصغير كنت في مدارس سم وكده ولا برضو كنت في مدارس طبيعية عادي؟ في الأول في مدرسة في العباسية مدرسة الأمل للصم الأطفال الصم في غبية في معلمة بسرعة بسرعة اتكلم بسرعة 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 انا مش فاهم حاجة فينا بكافية في ماما مفتش بابا دكتور ماما مفتش ضرايب وبابا دكتور واخويا مهندس فعلموني ازاي اتعلم ان انا اتكلم لازم تتكلم لازم تتكلم وكنت تعبان في الاول ومع الوقت الحمد لله انا بقدر اتكلم كويس ما كنتش في الاول بتكلم انا بشكر ماما وبابا انهم ساعدوني وبعدين في المدرسه كنت كسلان شويه ما كنتش بتكلم لغايه فين خلصت ثالثه اعدادي وبعدين اوكي ولغايه ثالثه ثانوي كان في الامتحانات ثانوي ثانيه وكان نفسي اخش الكليه في مشاكل بس كان في مشاكل وقالوا ما ينفعش دخول الصوم الكليات علشان ما كانش في مترجمين في الوقت ده. طيب احنا بس حابين برضو استاذ اكرام حضرتك تقول لنا يعني نسبه الصم وضعاف السمع يعني بحوالي كام في الميه في الدوله؟ هو ما فيش استاتستيك مظبوطة لكن كل اللي بيقولوه تقريبا 5 مليون أصم وضعيف سمع. كل الإعاقات عبارة عن من 12 ل 15% اللي هم ذوي الإعاقة اللي هو الأصم والكفيف والمنتال والفيزيكال كلهم مع بعض تقريبا من 12 ل 15% من البوبيوليشن لكن تقريبا 5 مليون أصم في مصر ده عشان جواز القرايب. طب يعني طيب لو جينا اتكلمنا عن الأصم بالذات يعني عشان حلقتنا النهارده أي. هل في حالات بتشفى تماما ولا المرض استحالة للشفاء منه؟
هو طبعا مفيش حاجه بعيده عن ربنا، بس انا اقصد يعني كطب يعني. هو ما نقدرش نقول شفاء، لكن في حاليا عمليات بتجرى اللي هي عمليه زراعه القوقعه، وفي ناس كتيرة بيعملوها وبتنجح لو هي أخذوا تخاطب مظبوط. يعني برا زراعة القوقعة ناجحة جدا، هنا العملية ناجحة جدا، لكن البروسيس اللي بعد العملية في بعض المشاكل. يعني أنا كنت في مؤتمر في ماستريخت في هولندا، فكانت الدكتورة اللي بتعلمنا كانت هي معاها بي اتش دي دكتور، كانت بتتكلم بالإشارة، وإحنا كمترجمين كان في شاشة كبيرة بيتعمل لنا سبتايتل. فكان المؤتمر ده على زراعة القوقعة، فوقفت الدكتورة وقالت كده، قالت ليه السبب؟ انتوا عاوزيني اتعلم لغة الكلام علشان اتواصل معاكم، ليه انتوا ما تتعلموش لغة الإشارة علشان تتواصلوا معايا؟ ففعلا انا حسيت ساعتها يعني ليه احنا عايزين الصم هم اللي يتعلموا الكلام، طب ما احنا نتعلم لغة الإشارة علشان نتواصل معاهم، دي اللغة بتاعتهم، وزي الفرنساوي وزي الإنجليزي وزي الألماني دي لغة. لو أنا عاوز أسافر فرنسا أو ألمانيا أو إنجلترا لازم أتعلم اللغة بتاع البلد علشان أتواصل معاه، أو هم يتعلموا العربي علشان يتواصلوا معاه. فعشان كده لازم إحنا نشجع الناس إن هم يتعلموا لغة الإشارة عشان يتواصلوا مع الصم وضعيف السمع. طيب برضو كنت يعني عايز، احنا هيبقى معانا حاجه برضو صور حضرتك تعلق عليها، بس عايز اسالك يعني بعيدا عن الصور شويه، حضرتك يعني بتتعايش ازاي مع الناس في المجتمع اللي احنا فيه؟ بتقدر تتعامل معاهم بيفهموك وبتفهمهم، ولا بتجد صعوبه معينه؟ بتفهم الناس ولا صعب شويه؟ يا في ناس بتتكلم، في ناس بتتكلم بتتكلم بقدر افهم الشفايف بتاعتهم، وفي ناس تانية بتتكلم بس بسرعة انا ما بقدرش افهم منهم علشان عيني بتلقط الشفايف لو هي بتتكلم بهدوء، علشان بفهم وبترجم لمخي بعد كده. يعني ممكن لو حد مش متعلم لغة الإشارة ممكن تقرأ الـ الكلام بتاعه هو بيتكلم، هو بيفهمه يعني. لو مثلا في واحد مش عارف لغة الإشارة، أنت بتقدر تفهم لغة الشفايف؟ أيوة وبقدر أفهم، وأحيانا بحتاج مترجم وأحيانا مش بحتاج مترجم. طيب احنا كمان معانا صور برضو حابين حضرتك تعلق لنا عليها. الصورة دي فوم أرسم بالقلم رصاص وبلون وبقطع، ده كل ده فوم، همبرجر، وده همبرجر همبرجر رقات 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 بلاستيك. مرة من المرات في شخص من السم بيقول لي انت اشتريت الهمبرجر الكبير ده منين؟ فانا ضحكت لانه انا عملته، هو فكر ان ده همبرجر بجد، فقال له انت جبته منين؟ كاتشب وطماطم وفلفل، كاتشب وطماطم وجبنة وفلفل، ودي تورته برضو جاتو، ودي الجاتو دي طبق جاتو، طبق جاتو انا حطيته في الثلاجة، انا حطيته في الثلاجة في غطبة، في خادمة جت عندنا في البيت بتوتة، فانا قلت لها قالت لا انا شبعانه شكرا انا مش عايزه، فماما قالت لي حرام عليك حرام عليك، فقعدت اقول لها خدي اتفضلي اتفضلي، اخذت الجاتو لقيته ان هو فوم مش بجد، احنا قعدنا نضحك. يعني برضو حابب اسال حضرتك، هل شايف ان الدوله او الحكومه يعني شايف ان في بتتعامل ازاي مع السم وضعاف السمع يعني، وهل محتاج حاجه معينه برضو توصلها من خلال برنامجنا؟ الحكومه بتوظف الصم، بعضهم بيتوظف كفنانين، لكن في مشكلة شوية،
علشان بيحسوا ان الصم ما بيفهموش. اوكي. ايه باكيك. وانا بتاك. وانا مش عايزة. بتاك. انه يحسوا ان الصم ده ما بيفهمش. فبيشغلوهم. بيشغلوهم يعني زي فراش. لكن الاصم مخه ذهب. وبيكلم كويس. وشكله محترم. زي الناس العاديين. زي زيك. مفروض يشتغل ونطور من الاشغال لكن مش يشغلونا موظفين فراشين. انا ربنا عملني انسان. انا اصم لكن بقدر افهم في اشغال مختلفة. انا بشتغل كويس لاني فنان ومخي ذكي زي زيك. الحكومة احيانا بتطنش الموضوع ده. في مشاكل في الشغل. طيب استاذه كليلة حابين حضرتك تكلمينا. كان في المركز الثقافي هنا معرض برضو حابين حضرتك تكلمينا عليه وعن كمان زياره البابا تودروس ليه. المعرض. احنا نيافه انبا ارميه اطلق مسابقه للصم وضعيف السمع في كل 7 محافظه بتوع مصر للرسم والتصوير والنحت. واشترك معانا 17 طالب وطالبة والفنان طبعا سامح رؤوف. وفازوا ولادنا في الرسم والنحت والتصوير. وكان مفاجأة للمجتمع ان الصم شاطرين وبيقدروا يعملوا مواهب. احنا معانا الفيديو. هنا معانا قداسة البابا تودروس الثاني وهو بيفتتح معرض صم وضعيف السمع في المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي. وانبهر بالرسم بتاع سامح والتصوير بتاع الولاد الصم بتاع كلية جامعة عين شمس. كم حد كان مشارك في 17 شاب وشابة. وهنا وقف قدام الصورة اللي سامح كان بيكلمنا عنها اللي هي البحر والأمواج والرياح. وما كانش مصدق جمال الصورة قد إيه وإنه في عندنا فنانين صم بيقدروا يرسموا ويبرعوا في الشغل بتاعهم. كان احساسك ايه يا استاذ سامح يعني اولا لما جت فكره المعرض انك تعرض طبعا انا كنت مبسوط قوي. اول مره اقابل بابا من زمان ما قابلتوش. بابا والبابا لما شاف صوري ما صدق والناس كتيره ما بتصدقش. لكن انا بشكر ربنا انه اداني موهبه وانا مبسوط انه نيافه انبا ارميه كان موجود وشكرا ونيافه انبا ارميه انهم دعوني للمسابقه دي. هل البابا علق على صوره معينه من صورك ولا عجبوا الصور كلها بشكل عام يعني؟ في صوره معينه. هو حب الممتازه وعجبته صوره الرئيس السيسي. وكان مبسوط انه اول مرة يعرف ان الصم فنانين كده. طيب احنا برضو يعني عايزين نشوف. احنا معانا صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي برضو استاذ سامح هو اللي رسمها برضو نعرضها على مشاهدينا. ده الرئيس السيسي. ده سامح وده الوش بتاعه مبسوط وفرحان والنضارة عشان يبقى شيك والكرافتة زي الصور بتاعته. انا نفسي يا رب عاوز اقابل رئيس السيسي زمان لغاية الوقت. نفسي اشوفك. كل صم بيحبوا السيسي علشان هو رئيس مصر بيساعد الصم في حاجات كتيرة. شكرا كتير للرئيس السيسي. بابا عاوي انا بحبك قوي يا سيسي. طيب طيب احنا دلوقتي يعني شكرا استاذ سامح.
احنا مشاهدينا احنا معانا كلمه يعني من الانبا ارميه طبعا هي يعني لسامح وكمان علشان فيديو نشوفه ونرجع تاني. فمشاهدينا هنشوف الفيديو ونرجع تاني، خليكم معانا. سامح رسم صوره لسياده الرئيس وحطها في المعرض وفازت، ويتمنى ان هو يسلمها لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه. زي ما حضرتكم يعني شفتوا الانبر 100 كان مبسوط جدا بالاستاذ سامح وبرسم الرئيس السيسي. طيب حابين يعني نقول نسمع كلمه اخيره من حضرتك عن طموحاتك اللي جايه، نفسك ايه اللي يحصل في حياتك في الفترة اللي جاية؟ أنا بشعبي، أنا بحلم في المستقبل عادي أبقى كورة إني يكون في تطور، ولازم إنه نساعد السم يشتغلوا يشتغلوا في الحكومة، وأنا عاوز أعلم الأولاد الصغيرين الفن، وانا موافق ان انا اعلم الاولاد علشان لازم اخدم ربنا، ولازم تكون في اجيال وراء اجيال تتعلم الرسم. وبرضو لازم اخد من حياتك الكلمه دي، تقول ايه للشباب اللي هم العاديين خالص الطبيعيين خالص اللي هم مثلا بيمروا باحباطات وما بيواجهوش هذه الاحباطات؟ يعني حضرتك تغلبت على الصعوبات اللي انت فيها وقدرت تتغلب عليها، الشباب بقى تقول لهم ايه؟ الشباب الشباب في مشاكل ما بيعملوش حاجه، قاعدين على القهاوي قاعدين على القهاوي بقول لهم تعالى واشتغل وفكر. والشباب ليه قاعدين على القهوه بتعملوا ايه؟ ومشاكل كتيره في القهوه وفي الشارع ولا حاجه، مخه فاضي، مفيش مستقبل للشغل. لكن انا برغم ان اصاب ربنا اداني موهبه وشجعني، وعلشان كده انا طورت بنفسي. لكن الشباب اللي قاعد في القهوه مش عاجبني ان هم قاعدين على القهوه، فلازم قوموا وهم كسلانين، قوموا واشتغلوا الوقت الحمد لله في بعض الشباب ابتدى يدرك وابتدى يتطور بنفسه علشان هم شافوني زي ما انا اصم. لازم انت كمان تدي تطور من نفسك. الحمد لله. انا حبيت يعني فعلا اخد من حضرتك الجمله الاخيره دي، لان فعلا في شباب كتير لما بيقابلوا صعوبات بيقفوا مكانهم ما بيكملوش. فطبعا انت كان يعني خير مثال ان حضرتك تقول للشباب هذه الجمله يعني. شكرا. انا اتشرفت بيك بجد النهارده، وزي ما انا قلت ان هي فقره فنيه وتعليميه، فنيه عشان انت تورينا الفن بتاعك، وتعليميه عشان احنا كمان نتعلم منك الاصرار، ونتعلم منك التحدي، ونتعلم منك ان احنا نتغلب على كل حاجه وحشه تقابلنا. ففعلا يعني بشكرك على هذا الـ 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 الحاجات اللي انت تخطيتها، وان شاء الله ان شاء الله يعني تكون معانا كمان في مرات تانية علشان الناس تستفاد منك ومن صورك ومن ابداعاتك اكتر واكتر. انا بشكرك جدا استاذ سامح، بشكرك جدا على تشريفك، بشكرك جدا، بشكرك جدا، بشكرك. وكمان برضو بشكر حضرتك على تشريفك لينا وعلى مساعدتك معانا في الفقره، وانت حضرتك طبعا قايم بدور كبير جدا، ويكفي ان حضرتك تعلمتي لغه يعني صعبه وكمان بتعلميها لاجيال ثانيه. انا يمكن اتعلمت كده من دول اوروبا والتدريب بتاعي، لاني انا سافرت امريكا وكنت في اكبر جامعه للصم في امريكا في الدي سي اسمها جالادات يونيفرسي، دي اكبر جامعه في العالم، وشفت قد ايه اصرار الصم عندهم، قوه اصرار ان هم شالوا المدير اللي بيتكلم وطلبوا، عملوا مظاهره وطلبوا انه المدير بتاعهم يكون اصم. ف
فأنا من اللحظة دي حسيت قد إيه هم عندهم إرادة قوية وبيحبوا الحياة، وإحنا لازم نعمل لهم سبورت للحياة دي. عشان كده أنا بشجع كل الناس إن هي تتعلم اللغة، لغة الإشارة، علشان يقدروا يتواصلوا مع الصم وضعاف السمع، لأن دي لغة فلازم نتعلمها. أنا عندي بعض الكلمات اللي عايزة أعلمها للمجتمع علشان لما يتقابل مع الأصم. تمام. أول حاجة لما أتقابل مع شخص أصم أو ضعيف سمع لازم يكون مبتسم علشان يحس إن هو مترحب بيه. تاني حاجة يعني أحسسه من قلبي، مش إنه حرام غلبان ده أصم، لأ، إنه أكون من قلبي مظبوط أنا بحبه قوي. فأول حاجة إن أنا أكون مبتسم. تاني حاجة إن أقول له مثلا سلام، أو إن أنا أقول له شكرا لو أنا بتكلم معاه، أو في اللي كل مصر بيقولوها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففي نوعين من التحية. تاني حاجة مهمة قوي إن أنا أقول له أنت اسمك إيه، فهو مثلا يقول لي أنا اسمي مثلا سامح. طيب أنت بتشتغل إيه، يبقى دي بتشتغل إيه، يقول لك مثلا أنا بشتغل موظف في مكتب برسم. أسأله تاني أنت مثلا متجوز، أنت متجوز؟ لا أنا مش متجوز. طب أنت في أولاد؟ لا. طيب أنت بتحب تاكل إيه؟ تاكل إيه؟ بتحب تاكل كورة. بتحب تاكل كورة؟ أكل بتشيكا. بحب الأكل شيك. بتشولا. فاصوليا. شوال بوا. فراخ مشوية في الفرن. كوكوك. وخضار. وخشاف. وجمبري. وجمبري مكرونة. جمبري مكرونة. طب احنا صايمين بقى. ماما بتحب الجمبري والمكرونة قوي. كاتشب والطماطم. هو سامح شيف شاطر قوي، بيطبخ حلو قوي، وانا لما بروح بيتهم وبشم ريحه الطبيخ بتاعته بقول له انت جوعتني. لا احنا كمان عايزين يعني لما نتقابل تاني بقى نبتدي يشرح لنا ازاي بيطبخ ويقول لنا الطبخات الحلوه اللي كده، عشان كمان مشاهدينا يستفادوا بيها اكتر. كل الناس تشوف. هنتقابل هنتقابل تاني ان شاء الله. ان شاء الله نتكلم تاني عن الطبيخ. عن الطبيخ انا في علامه مهمه قوي لازم نعلمها لكل المجتمع، بتقول اي لاف يو، انا بحبك. اي يعني انا، ال يعني لاف، واي يعني يو، ودي انترناشونال، دي في العالم كله بيعرفوا الاشاره دي. اي لاف يو، اي لاف يو، انا بحبك. انا فعلا بشكركم جدا ومشرفتونا ونورتونا في استوديو صباح نور، وان شاء الله نتقابل تاني ونتكلم اكتر واكتر ان شاء الله. اشكركم جدا. شكرا. مشاهدينا بنشكر جدا الاستاذ سامح رؤوف، فنان من الصم وضعاف السمع. كمان بشكر الاستاذه كلير غيث، استشاري التعليم ومترجم للصم. مشاهدينا بكده خلصت حلقتنا النهارده من برنامجكم صباح ميو، وان شاء الله بكره مع صباح ميو جديد، واشوفكم على خير وصباح الخير.